سرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر وبندرت رجعت لكم مقطع جديد. في هذا الفيديو راح ألعب لعبة رعب اسمها The Convenience Store. يا جماعة يقول لك قصة هذه اللعبة إن في واحدة تشتغل في محل في الليل كذا وبعدين تبدأ تصير أشياء غريبة وذا. فخلونا نجرب هذه اللعبة ونشوف إيش فيها. هل راح تخوفني ولا لا؟ لأنه أصلاً ما في أي لعبة تخوفني. بس هنشوف إيش وضعها. إيه تابعونا على سناب شات. أوكي يلا ولا تنسون لايك. يلا يلا نبدأ خلاص. طبعاً شباب تشوفون. يوكونيتا. تقول يعني نامت كويس. طيب. ايوه طيب هايتي دنتو موتي كانايتو ابوناي يو ني. تقول لازم اجيب كشة. اوه اغير ملابس. نايس غيرت. يلا يا شباب ما تلاحظون المشية فيها مشكلة؟ ايوه هذا كشف حلو. طيب يلا نطلع الحين عادي. كوتين بس نايتو. لازم اكل. طيب يلا المطبخ في حاجة تنكل. والله المواعين ايه نظفي لازم. طيب نشوف الثلاجة. يلا ايوه اوكي سخن. يلا يلا اكل البنتو. اسمه بنتو الاكلة ما ادري ايش. يلا خلاص دحين اقدر اروح. ايوه تمام بسم الله. فجأة صوت الليل. ايوه من هنا حلو. ربي جماعة حارتهم تخوف شوية يعني. شوفوا كيف. طيب خلاص هذا الحي طلعنا منه. اوه هذا المتجر حلو حلو. يلا ونسيوت بالدين. يا سلام هلا والله خوي. وسمي اوه ماي جاد. يقول الحمد لله انك وصلت. سمعت قبل شوية انه في واحد طاح من الجسر اللي انت مرت منه. ها؟ في عجوز قالت انها شافت رجل يمشي في الشارع ورجله معكوفة يعني الجهة الثانية. اوكي سكيري. اوه خوفني. والله نتأكد من دومي هذه. اوه نرتب نرتب. في اشياء انتهت لازم اطلعها وكذا. يلا يلا خلاص شيل شيل هذا منتهية. اي حاجة منتهية شيلها. طيب الزبالة فين؟ يا ولد اوه ماي جاد ايش ذا يسوينا؟ اوه ماي جاد بسم الله شلون الراس؟ لا للتنمر يا شباب بس بس عيب عليكم. يا ولد هذا ايش يسوي؟ زبالة. بس اوكي. بس. ما في زبالة. نتأكد بس كل حاجة تمام. هنا اشياء منتهية خذها يلا. اي شيء منتهي اخذه على طول انا. راح اخلي الزبالة هنا تمام. حتى بعدين نشوف عاد الوضع. خلونا اكلم الرجل اللي برا ايش رايكم؟ يقول انا ادري ايش اللي صار هنا. يقول يوم الحساب جاي. اوكي هي ايش هي؟ ده شكله سكران. هنا هنا سيارة. دقيقة هذا المدخل من ورا. اوكي ايوه نايس. اوه والله هذه الزبالة صح؟ يلا ان شاء الله انه يضبط هنا. ايوه اوكي حلو باقي الكيس الثاني. يلا الكيس الثاني بس. ايوه خلاص ضبطناه. طيب خلاص نظفت ايش اسوي؟ ادخل هنا عنده. اوكي واو يا جماعه واو. طيب اوقع شكله. ذي احط الدوام حقي صح كذا برنج ولا والله ما ادري يا شباب. بس دقيقه خلها هنا. يو سي سي تي في الكاميرات. اوكي اراقب الوضع. اوكي هي هنا الشارع ما في حاجة. طيب الامور طيبة. طيب خلنا اخذ هذه واحطها عشان ما يخصم علي الراتب. ايوه تمام. دقيقة لا خوي طلع انتهى دوامه ولا ايه؟ ولد فين رايح؟ خلاص هو مشى دحين جو الموظف انا لازم اشتغل. خلص ادخل هنا. ويلكم حياك تفضل. ما
مشيت الكوبوي ها؟ ترى تسرق حاجة عسل من دعني أقول لك ترى في كاميرات رايب رايب حياك الله أوكي إيش عندك؟ آه حاسب شبكة شبكة ها؟ أوكي أريغاتو غوزايمات متى أوكوشي كداسايماسي أريغاتو طيب إيش ذا مو لعبة رعب يا شباب بس والله حلوة اللعبة تحاسب كذا يعني خلنا نشوف الكاميرا راقبوا يا ما شاء اوكي يا جاي زبون ثاني جاي حياك وات شباب الباب علق اي وات ايش في علق والله السبب السيارة اللي جت وراحت ها اوكي يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم لا تكون تخل جني يا لجي ستحس او ماي جاد والله جتني نفضة الله يقلع ايوه في واحد جاي في واحد جاي خلنا ارجع سوى نفسك طبيعي ايوه واحد جاي شحنة اوكي اركتوه يقول معلش على التأخير في التوصيل بالله من جد جايين الساعة 3 تخوفني انت يقول هذه شحنة لهذا المتجر طيب والاسم باسمك انت طيب هات الشحنة هات شكرا افتح تيك ات هوم اوكي بسم الله ايش ذا الصوت اي رجعت البيت يلا يلا شوف الشحنة ايش فيه بسم الله اي هي حمى تاكل ولا تحمم النفس ايش ذا اوه شريط فيديو وين نشوف ايش فيه يا ولد واتش يلا نشوف ايوه اوه ايش ذا المكان ذا الحفريات ولا ايش بسم الله ايش اخذ الفلاش لايت مره ثانيه خلص اروح المتجر ذحين صح 11 والله اروح المتجر اوه ماي جاد انتهت اول ليله فيرست نايت اوكي يا جماعه كانه المكان غير ولا انا خايف بس ومضيع اشوف نور المتجر يس اوكي طيب سامي بوي سامي يقول سمعت انك قدمت تقرير ان الابواب ما تقفلت وما ادري خربت ايوه اوكي يقول خليني واحد يشيك وشاف ان الحساسه خربانه يقول لي لا تخاف يعني مو زي التلفزيون وذول انه اوه الساعه 3 بالليل يصير شيء لا تخاف هذه كلها مكتوبه يعني مخطط لها الاشباح مو حقيقيين اصلا اوكي طيب نحط هذا حقنا نداوم نشوف المهمة اللي علينا ذحين دقيقة المدير يقول أنا شفت فئران ورا المتجر في واحد خلى الزبالة مفتوحة طيب يلا لازم أروح أشيك يلا خلوا أروح أشيك بس بسرعة وأرجع عشان المتجر يجون زباين وذا أيوه فار الله يقع واو إيش أسوي طيب والله واحد طشام وأنا الفيديو اللي كان من هنا الفيديو في واحد هنا يراقب لا اوكي جذب اوكي عجوز جذب اوكي بسرعة ادخل هنا حياك العجوز حياك خذي راحتك مشي المتجرك تبغى الحمام اوكي ايوه خذ هذه ايوه حلو تمام هذا الاول دور لك دحين في الثاني اشوفك لا الزباين لازم ها الثالث هنا طيب ست اوكي الرابع حلو باقي اثنين يبقى واحد بس يا ولد فين هذا فين اوكي نايس خلص يلا والله ما ادري ما شفته حتى بغطي كذا بس صدفه ايه معلش على التاخير يا زبان والله معلش سمعت صوت الباب ايه واتساب مي ام سوري هي
أمنهر مستعجل. أبشر أبشر، يقول أبغى 5 عصير ودخان. طيب طيب يلا. تبى أنت تطق ديني؟ تقول روح أنت جيبها بنفسك، ينشغل أنت. على ما عليه معنى هذا الشغل. أوه أخذت 1. طيب يبغى 5 يقلع شكله. تفضل 1. كذا أعطي 1 تستهبل. 5 باقي الدخان. أتوقع هنا ورا، أتوقع صح؟ ولا مو زي هنا يا شباب؟ إيه مو هنا؟ فينه؟ إلا هذا باقي. تفضل أخوي. ناو سكان. والله كلهم شبكة حركات. ثانكيو يلا سلام. هي العجوز كانت تأخرت في العمة. أتأكد يا شباب. هي طلعت طيقك. ليش أنا ملقوف؟ خلها يا جماعة. العجوز ما تتحرك. أوكي إيش فيه؟ بسم الله الرحمن. أوكي وين إز كن كن؟ من كن كن؟ تعرف فين؟ ولا والله ما أعرف كن كن فين. كأني سمعت صوته. ها؟ تقول هذا كان بيت بنتي. وات؟ ايش سويتي؟ كيف تجرؤين؟ ايه الجد؟ جد؟ الجد وسامي؟ ايش فيه معصبة ولا ايش؟ ايش سويت له؟ جدة؟ جدة؟ والله طلعت زعلانة. اوكي؟ ما تبغى تشتري لا تصرف ان امها كذا. في واحد جاي. اقول هذا معاه شحنة ثانية؟ لا ذي المرة ما عنده شحنة. طيب يقول في شحنة انا اخذها من هنا. فين؟ هذا. اوكي اوكي تفضل اخوي. يلا سلام عليك. اوكي الليلة الثانية. ايش ذا الصوت؟ بسم الله مزعج. مطر ذي المرة. اوكي مظلة صح؟ اوكي نايس. والكشف. في واحد يدق. مين؟ مين؟ باكج باكج جاي. ما هو يا ترى؟ لا تقول لي شريط ثاني. والله شريط. اوكي نشوف. ايش؟ ايش ذا المكان يا شباب؟ ما ادري. يا ولد لا يكون في واحد مراقبني. يلا يلا خلونا نداوم وبس. دايم مطر. اخ يا شباب لعبة رعب ومطر هنا يعني يبدأ الرعب. هذا المعروف، انا اعرف هذه الاشياء. مطر يعني عسك دعز. اوكي حلو. فين الرجال؟ ولد ما تداوم. اقول للمدير خلاص. فجعني اكل. بو بو. اقطع الوجه. اقطع ذي النظارة. محفوظ وجهه كذا محفوظ. خلينا نشوف مهمتنا ايش. اوكي يقول في الرفوف اماكن فاضيه لازم تعبيها. طيب خذ هذه وخلنا نداوم يلا. طيب ايش عبي؟ توقع من هنا من ورا المخزن صح؟ ايوه حلو. هذا يا جندومي حاره. توقع كوريا. هنا هنا ايوه. بب بب. يا سلام. هنا برضو باقي هذه. خوينا راح خلوه ينقلع. لا يا ولد الباب تقفل علي. ولد الباب تقفل. تستهبل يا شباب. وين؟ ايوه انفتح 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 انفتح. هذا شكلها غدرة من واحد. غدرة مقلب. نحط ذي هنا. اوكي في زبون جاي لازم بسرعة. هذا استاذ مين؟ ذا دكتور ولا ايش؟ دكتور ذا؟ ايام حمادة خوي يا جماعة حمادة. والله يشبهه. يقول في مشكلة في المكيف. يقول راح اصلحه لكم بس تدفعوا لي زيادة. يلا يلا خلاص حيشيك على برا يشوف المكيف. اوكي راح اراقبك طبعا لاني ملقوف. ايوه تأكد. ايوه شوف هذا تقطع عشان المطر. ايوه هذا جاه هنا عند الكيف. ايوه يضبط جالس تمام خلاص ضبطه نايس. في زبون جاء. اوكي ايوه بنت ذي. واخيرا واحده تمشي زي الناس كلهم بطيئين. ذي سريعه. اوكي تبغى الحمام صح؟
ليش وقفت هنا؟ اوكي لا لا تقضي تقضي تشتري مكان افضل. يا اهلا وسهلا تفضلي. اوكي هي تقول هل انت لحالك تشتغلين هنا؟ لازم اقول لها لا، ماني مصدقه. ليش اصلا مدير يخلي بنت هنا لحالها في دوام في هذا الوقت؟ تقول راح احميك، انا راح اعطيك حاجه تحميك. اوكي شغل الشعوذات ما نبغاه، بس يلا خذها. اوكي الله يستر. والله المفروض ما اخذ اشياء من الغرباء. يا جماعه تصدقون ابغى اشيك على ورا هذا المكان اللي انفتح. هو ايش ايش ها؟ بسم الله ايش صار ايش صار؟ الحمام في حاجه؟ ايش؟ لا لا بليز، جاء واحد جاء واحد. ليش انا دائما يصير علي كذا؟ انا جالس افتح، ما ابغى يا ابني ما ابغى. واه يا كلب، واحد سارق سرق. حيوان يا حيوان، فينا حاجه. ايش؟ والله شوف الكاميرا بسرعة. ها يا سارق يا كلب بسرعة. ولد العين يا عين، انا ما اشوف ولا كذا. اوكي لا هي كذا. واو ربي عين، انا حسني دايخ. ولا ارحم لي ابوك، جني يسرق. يا شباب خلوا امه يسرق على راحته، على راحته يسرق. يا جماعه ما ابغى اي مشاكل انا. اوكي اوكي خلونا نرتب الاشياء. ايش ذا ايش ذا؟ ما ادري ايش اخذت انا. ايش ذي ايش ذي ايش هذه؟ ما ادري يا ولد ايش ايش ارتبها ولا. اوه الكليه يا ولد، هذه اوراق ايش احطها فين؟ قص يا جماعه دقيقه، هذه الاغراض خلنا ناخذ ذي كذا. ما اقدر اخذ ولا شيء. طيب هذه فين احطها؟ قص يا ولد، انا على اساس اني ابغى اروح اشيك على ذا المكان. وربي انه طلع من هنا الكلب يا ولد. بسم الله بسم الله، لا اله الا الله لا اله الا الله، اللهم اني استودعتك نفسي. لا اله الا الله لا اله. اكسروس ذس دور. ها ايش؟ او ماي جاد، هذا الباب حطت فيه ذي الاوراق، ما ادري ايش شكله، تحصينه ما ادري. بسم الله الرحمن، لا اله الا الله. اوكي حصلت لك ذي، ها قرب من حرم لخبز لك وجهك. طيب اصلح ايش بالضبط؟ كل اموري تمام. ها ايش؟ اوبن اي سي، يلا. ايش اخذت؟ مفتاح. هذا مفتاح ايش؟ مفتاح الباب ذا. وقع عند الباب والله مفتاح. اوه واحد مدعوس. او ماي جاد عيونه. ايش مانجر المدير؟ او ماي جاد، ايش اربعة مكتوب اربعة؟ تقول لي مكفى. لا بالله ارحم لي ابوك يا ولد. ايش ذا؟ في ايران ميتة وزبالة والمدير مدعوس. اربعة اربعة. شريط اشغل. مين قول لي ارحم لي؟ لا اله الا الله لا اله الا الله. يا رب يا رب يا رب. يدق الباب يدق الباب. لا تفتح لا تفتح. يا ربي يا ربي صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مديري مدير مدير، الله يرحمني امك ولا يرحمني ابوك. من ابوك اطعن اطعن سوي شيء. الليله ضعفه يا ربي. شغل الشريط، يلا شغل الشريط. ها يا دودة ايش ذي المرة؟ هذا الباب اللي دخلته هو نفسه والله. يلا داون عادي ما شاء الله تبارك الله، ما كأنه صار شيء. اوه حلم. اوكي كابوس يا شباب. يقول هل هو حلم ولا هو؟ ما يدري يعني، بس والله ما اتوقع، والله ما ادري يا شباب. يلا ناخذ الكشاف ونتوكل على الله. يلا رجعت للدوام.
والله لو يفجعني مره ثانيه انه اللي يدعس والله اطعنه. فين ها افجع ايوه والله امي افجع. لا ما في حاجه مهمه ولا شيء. ايش في؟ لا تقول لي اروح على الباب مره ثانيه. خلونا نشيك على الكاميرا اول شيء. دقيقه يا شباب ها في حد؟ اوكي حرجع. الله يستر الله يستر راح ارجع اشيك على ذا المكان يا رب. يلا وطب لا اله الا الله لا اله. ايش في يا صديق؟ صديق اي اوه تلفزيونات باقي لنا انت وامي بس والمكان كامل تلفزيونات وما ادري ايش في الارض. لا اله الا الله لا اله الا الله. اسمع صوت هناك اروح له؟ لا الباب مقفل. اوكي يا ولد ايش ذا في الارض؟ مسامير ما ادري. لا اله الا الله كاني ابغى ابولي. اوكي ما يفتح يا شباب الله يقلعهم. ما ابغى يا اخي اروح ذا المكان ما ابغى. مقفل الحمد لله الحمد لله مقفل الحمد لله. والله اني اسمع اصوات الله يقلعها. ايش ذا؟ بسم الله الرحمن. دقيقه اوه ما اوكي اوكي بسم الله توكلنا على الله. نشوف الكاميرات يا شباب ها ايش في هذا المتجر كمان. اوه ماي جاد اوكي شباب في ورع بدون سروال اتوقع. اوكي هنا اختفى. اوكي ايوه ايش يبغى يا شباب؟ اروح له ها ايش وضعه ذا؟ والله يلف في المتجر. اوكي اوكي خلنا نشوف. يلا يا ولد ايش معك يلا؟ ها ورع هنا الورع ذا قبل شوي هو هنا. لا اله الا الله الصوت هذا المخيف. سايلنت هيل واتساب سايلنت هيل تسلم علي. طيب نرجع نشوف الورع موجود والله يتمشى يا شباب. يا ربي يا ربي يا اخي ايش وضعك انت؟ فهمني ايش وضعك؟ يا جماعة دقيقة ايوه اشغل التلفزيونة اللي هو دقيقة هو يوقف عند تلفزيونة معينة شكلها اوقف عند اشغلها هي بس. ايوه هو اول شيء وقف عند ذي انا شغلته تمام بعدين يوقف فين؟ ايوه يوقف هنا برضو عند ذا. اوكي حشغله ما عليك. طيب وايش برضو؟ ايوه يوقف عند هذه اية واحد هنا ها فوق ما ادري ايش شوف فوق. طيب خلاص خلينا نشغل ذي وبعدين نرجع نتاكد. هو هنا يشوف بعدين يشوف فوق صح؟ ما ادري ذا ما ادري ذا توقع ذا ان شاء الله ان شاء الله. طيب وبرضو اتوقع انه يوقف عند هذا. ايوه هذا ها خلاص ولا باقي زياده؟ نرجع نشيك. هو يوقف عند ذا ايوه انا شغلته ذا تمام. طيب ايش غيره؟ ايوه هذا انا شغلته اللي يشوفه فوق حلو. ايش غيره؟ اوكي تحت هذا ما كاني انا شغلته تحت كذا الثاني حشوف. شباب والله اني مشغله التلفزيونات كلها لا تعجبه اتوقع هذا ما ادري صح؟ والله ما ادري. اوكي اوكي الو شباب ايش؟ غلط اللغز يعني اربع تلفزيونات لازم. طيب هذه الثلاثة انا متأكد منها بس الرابع ما ادري فين. ها صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ غلط يا اخي لا تستهبل. واحد اوكي بعدين اثنين هذا بعدين ذا بعدين ذا ها اوه طبق. اوكي يا ولد انت حشرتني هنا مره ثانيه. اوكي تبكي ما ادري مين هذه والله ما قصدي والله والرب اني اسف. هنا خلاص سكتت صح الو اوه ديم يا ولد والله معليش ايش صار؟ واه عمو واه الو يا ولد ها ايش صار؟ ها
اوكي اوه رجعنا تمام رجعنا تمام حلوين حلو هذي كان اوكي الجني دخلوا ولا الباب مره ثانيه معلق الباب مره ثانيه معلق يا شباب اوه في حاجه اوه ماي جاد شريط ثاني اوكي الليله الرابعه يلا الشريط هات اوه اوه يا شباب عندي خيارين اما اني اوه ماي جاد ثلاث خيارات اما اني اشغل الشريط او اشحنه لشخص او اني ارميه ايش اسوي يا ولد اخاف اشوفه والله المفروض اريح بالي وارميه المفروض صح بس انا دود ابغى اشوف يلا شباب نشوف يعني بما اننا ملقوفين ار يو شور يس او ماي جاد او ماي جاد هذا البيت هذا البيت انا نايمه هنا انا نايم شخصيه نايمه عمدي او ماي جاد يا ولد ذا راس ولا ايش اتوقع الوالده دي والله انها هي صح ما اقدر اسوي ايش الوالده اي ما تقدر تتحرك الجاثو يب والله انها الوالده اكيد انا راسها اي والله اني ملقوف معليش او ماي جاد او ماي جاد اندينج 2 انت شيز ذا يب يا شباب اللقافة تموتك فلا تكونون ملقوفين زي اوكي بس شباب النصيحة الأولى لا تشتغلون الساعة 3 بالليل والنصيحة الثانية لا تكونوا ملقوفين الصراحة حبيت النصيحة اوكي بس شباب نصنا هذا الفيديو أتمنىكم استمتعتم والله اللعبة حلوة صراحة توقعت اني استمتع وانا اسوي المهمات وذي الاشياء بس والله حلوة حلوة اللعبة اتمنى انكم استمتعتم لا تنسون تقيمون المقطع تعطوني لايك يا جماعه المشي تذكرني بزيال ناس زمان في المدارس كانوا يمشون كذا